لتسليط الضوء أكثر على قانون الموازنة الذي تم إقراره من البرلمان في العراق بعد خلافات كثيرة تزامنت مع مناقشته، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود. أستاذ خضير، بداية مرحبا بك. 6 جلسات من الخلافات وثلاثة أشهر كانت كافية لإقرار موازنة عام 2021 التي قاربت على الانتهاء. إجمالا يعني كيف ترى الموازنة التي أقرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الفترة التي أشرت إليها هي يفترض أن تكون في نهاية سنة 2020 من أن يتم إقرار الموازنة بالضبط في هذا التاريخ، فهي كأنما امتدت إلى أكثر من 6 أشهر. الحقيقة الموازنة تمثل السياسة الرقمية التي تمثل النهج المستقبلي لإدارة الدولة وسياساتها المختلفة وعلى الصعد المختلفة، سواء اقتصادية، اجتماعية، سياسية، أمنية إلى آخره. لكن نجد أن هذه الموازنة لا تمتلك أي رؤية ذات بعد تنموي أو استثماري، وإنما هي عبارة عن موازنات تشغيلية لتغذية رواتب الموظفين ذوي الدرجات العليا الذين يشكلون من الموارد التشغيلية إلى أكثر من 80%. إضافة إلى أن هناك ازدواجية كبيرة بالرواتب التي يتقاضوها، إضافة إلى النثريات والمخصصات والإفادات وإلى آخره من الأرقام التي لا تشكل أي مغزى تنموي يحقق للمواطن العراقي رغبته في تحقيق سبل إشباع حاجاته الضرورية، بل بات أكثر من 40% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع، والذي لا يحقق لهم أي مستقبل على المدى المنظور. نعم، هناك ديون خارجية، وهناك ضغوط كبيرة على العراق وبالتالي على المواطن العراقي. نتساءل أستاذ خضير، هل زالت أسباب الخلاف بين السياسيين ليتم إقرار الموازنة، أم أن ترضيات بين الكتل والأحزاب سيدفع ثمنها المواطن العراقي؟ الخلافات قائمة، لأن أساس الصراع القائم ما بين الكتل السياسية يقوم على أساس الاستحواذ والاستئثار بالموارد المالية المتاحة للعراق. العراق كما هو معروف بلد يمتلك من الثروات النفطية والغازية والموارد الأخرى التي تفي بتحقيق إمكانية إشباعه لحاجات شعبه إشباعا مترفا وليس ضروريا فقط. لكن في ظل هذه الحكومات المتعاقبة التي جاء بها الاحتلال والتي تدعم من قوة إقليمية متنفذة وصاحبة قرار في إدارة أحوال الدولة العراقية، نجد أن المواطن العراقي يعيش في ضائقة كبيرة ولا يستطيع معها أن يحقق أي هدف له على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد التنموي للبلد. أستاذ خضير، بما تقرأ هذا التفاوت الكبير في الموازنة بين المحافظات المنكوبة التي يعني قدرت موازنة 3 محافظات من المحافظات المنكوبة بمقدار موازنة محافظة واحدة مثلا ككربلاء؟ كربلاء تعيش الآن في ظل قوة سياسية
تستحوذ على إدارة الدولة، وكل حزب بما لديهم فرحون، فهم يمتلكون الآن سطوة وسلطة أقوى من المحافظات المنكوبة التي عاشت تحت طائلة الدواعش وما خلفه من دمار كبير في مؤسسات والبنى التحتية والخدمية لتلك المحافظات. فالآن يعني تمتلك كربلاء قدرة أكبر بالسيطرة، فهي تستحوذ على أموال أكثر، لأن الموازنات في الحقيقة تمتلك من المشاريع التي تؤول إلى القوى السياسية المتنفذة. كما هو معلوم أن هناك ضغطا كبيرا على المواطن العراقي، هل ترى أن الموازنة حققت مطلب المواطن العراقي أو الشارع العراقي الذي يطالب يعني بالوظائف وبالخدمات ويطالب برفع أعباء الضرائب والرسوم، هل ترى أن هذه الموازنة قد يعني قاربت ما يطلبه الشعب العراقي من حكومته؟ لم تقارب ولا بالحدود الدنيا، لأن ما أقر 1150 وظيفة وهذه لا تشكل حتى 20% من حاجة المواطن العراقي أو المتخرجين من الجامعات على أقل تقدير، أو من الذين يطلبون عملا وإن كان بسيطا لكي يشبع به حاجة عائلته، ولا هناك توجه في الإعفاء الضريبي ولا إلى آخره، بل إن كان التوجه لتلك الموازنة قبل الإقرار كان توجها لبيع ممتلكات الدولة وحتى النفط والغاز إلى مؤسسات استثمارية، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى أن تستحوذ الدول الأخرى أو الشركات المتنفذة في الدول صاحبة السطوة والتأثير على العراق إلى أن تستأثر بأموال العراق وتصبح ملكا لها على المديات الزمنية البعيدة. تلك هي الحالة التي يعيشها المواطن العراقي، حالة مزرية ومجحفة وغير محققة لأي هدف إنساني أو وطني مطلقا، طالما أن من يمتلك سطوة السلطة والتأثير هي قوة مرتبطة بأجندات دول إقليمية أخرى. من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود، نشكرك شكرا جزيلا.